وابنك يتجوزه في بيت عيلة؟ ايه المشكلة؟ لا بصراحة لا مش هوافق ابدا. بالنسبة لي ممكن تكون الزوجة مش هتبقى مبسوطة بده، لانه هيبقى في مشاكل. يعني مثلا انا بكون بحب، يعني انا حاليا ابني خاطب وبحب البنت قوي وانا اللي خطبتها له، لكن لو يقولوا لي تيجي تعيش معاكي لا. اكيد هتحصل مشاكل، اختلاف الرأي، اختلاف الاجيال، فهي لازم تكون مستقلة هي وبيتها. يعني حتى لو كان ممكن يكون قريب عادي، لو بيت عيلة أصيل وناس محترمين مفيش أي مانع. هل والدتك هتوافق؟ أنا بالنسبة لي يا والدتي من النوع اللي قراري، ممكن غيري الدنيا تختلف. فعلا هو حابين شغل للبيت عيلة وكده، بس فكرة أنت اللي معاك مش هيوافق بده عموما حتى لو أقنعته. زمان أيام أهلينا وأجدادنا كان عادي إن ممكن يتجوزوا في بيت عيلة، شايفة إيه اللي اختلف خلى الموضوع بقى نسبة 95%؟ لا عشان عرفوا إن الحاجات دي بتعمل مشاكل، فخلاص بقى الناس شافوا تجربه واتنين ومليون، فخلاص ما بقتش تنفع. كله بيقعد يبص لبعض، فانا اللي اقعد في نفس البيت؟ لا انا عايز اقعد في بيت لوحدي، انا اعمله. لا انا مش حابه المنطقه، ممكن المكان اللي احنا فيه مش هيبقى نفس الطموحات بتاعتها. كل حاجه في الدنيا اتغيرت خالص. الحما بتفضل طول عمرها حما، يعني بيبقى طبعها شديد، بتبقى عندها حب التسلط. احنا عندنا في الارياف والدك بيجوزك كل واحد في حاله، انت نزلت بصيت على مامتك على باباك بس وخلاص. احنا الجيل بتاعنا كان ممكن مش اقعد في بيت حماتي، كان ممكن هي مثلا تقعد عندي ضيفه، ممكن تطول مفيش مشكله اتحملها. دلوقتي ما اعتقدش ان ده يحصل. يعني التربيه هي اللي بتفرق والاصل. لو كل واحد يتعامل بالشرع اكيد هنستريح كتير، وهو ده الموضوع دوت هو الفيصل. يتخانقوا على حاجات ممكن تكون بسيطه جدا هيفضلوا طول عمرهم كده. هو برضه ابو الليف قالها مستوى بالستات يا اخويا.